أولى محطاتنا لليوم رح نحكي فيها عن بعض الاضطرابات النفسية وتحديداً اضطراب القلق. بحياتنا الاعتيادية ممكن نشعر ببعض الاضطرابات أو نشعر بحالة قلق مبررة وطبيعية، ولكن لما بيتحول هذا القلق لزايد عن اللزوم وبيتحول لاضطراب سلوكي، كيف بنقدر أنه نعرف أنه هذا حالة القلق ما عادت حالة طبيعية بينما أصبحت حالة اضطراب سلوكي؟ كل هالمعلومات وغيرها رح نتعرف عليها مع ضيفتنا الاختصاصية النفسية سلام قاسم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك سلمى ويسعد صباح المشاهدين. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي أو نعرف القلق شوي، القلق الطبيعي شو هو وإيمت فعليا فينا نقول هيدا قلق مقلق، يعني فتنا بمرحلة ممكن يكون اضطراب نفسي؟ أكيد هلأ القلق موضوع كتير مهم وخاصة بالوقت الحالي، يعني أكثرتنا الأكثرية نعيش في حالة قلق نتيجة أوضاع معينة، ولكن القلق بصفة عامة هو عبارة عن حالة نفسية فيسيولوجية بتترافق طبعا بأشياء أو مدارك وسلوكيات معينة وترافق بحالات جسدية نتيجة الخوف والتوتر الزايد يلي بيعاني منه الشخص أو نتيجة خوف محدد من المستقبل. بشكل طبيعي الإنسان بيقلق وهو شيء مغلط، لحتى أنه القلق هو ممكن يقي من حوادث كتير ممكن يخاف منها الإنسان، بدليل دائما أنه الأشخاص القلقين مثلا بركبة سيارات بأوضاع معينة بتلاقي دائما نسبة الإصابات عندهم بتكون أقل، لأنه بيكون عندهم القلق وقائي، فبيحاولوا يبحثوا عن عوامل، بيحاولوا يبحثوا عن أسباب القلق اللي بيعانوا منه لحتى يعملوا شيء وقائي لإلهم من المستقبل. ولكن القلق بشكل عام لما بيتحول لشيء متكرر وهاجس ومستمر، يعني بما معناه أنه هو نحن منقول أنه بيختلف القلق عن الخوف بأنه الخوف دائما أرجله قصيرة أما القلق أرجله طويلة، بمعنى أنه القلق لما بيصير كتير معمم وبيصير كتير عند الشخص ممكن يصير له أعراض جانبية، فبتلاقي أحيانا كتير أشخاص نتيجة قلق من حالة معينة، قد تكون مثلا امتحاني عم بيقدموا على مسابقة على مسرح على غيره، فبتلاقي أنه الشخص بعد ما صارت معه هالحالة القلق صار في إلى أعراض تانية، مثلا بتلاقي أحيانا قزم الأظافر، بتلاقي أحيانا ممكن بعض العرات مثل نتف الحواجب بضل بحركه أو حركة للشعر بشكل مستمر، مثلا ممكن يعملوا هالحركة، فهي بتصير هاي العرات نتيجة قلق كان عندهم متواصل، فبتصير عندهم أعراض دائمة. فالقلق هو حالة نفسية، وقد تكون أحيانا ممكن كتير قالوا أنه القلق هي حالة مزاجية، فهي الحالة المزاجية تترتب بخوف أو إدراك لحالة عم بيعيشوا منها وبالتالي للمستقبل، فبتلاقي كتير مثلا بيكون بيمشي بيروح وبيجي هيك، بتلاقي الشخص دائما بتقوليه متوتر، يعني فبتلاحظي عليه إنه في عنده شيء مو طبيعي، فهذا بيكون إنه نتيجة شيء صار بوقت معين. بتلاقي بأحيانا تانية بيكون إنسان متوازن عادي، فهي بتكون أحيانا نتيجة مزاجية، أحيانا بتكون القلق بيكون برافق الإنسان نتيجة شخصيته، يعني بتكون هي شخصيته بالأساس عنده هيك كتلة مشاعر أحاسيس أو عنده توترات أو عنده اضطرابات أو عنده أمراض نفسية معينة ما بيعترف فيها، فبتلاقي بيظهر هذا الشيء عليه بقلق قد يكون ظاهر للعيان وبشكل واضح. أكيد. طيب حضرتك حكيتي إمتى بيتحول القلق لاضطراب، خلينا نعرف هل في أنواع، يعني في أنواع لهذا الاضطراب؟ في قلق مثلا ممكن يتحول لرهابات مثل الفوبيا، في قلق ممكن يتحول لاكتئاب، في أنواع كتير بالحالة النفسية بلش قلق بتتحول لأمور أخطر، خلينا نحكي ونفصل أكثر أنواع. حكيك أكيد ومزبوط 100%. طبعا قلق كتير في له أنواع متعددة، قد تكون مثلا فينا نقول من أنواع القلق نحن في عنا قلق الخلاء، بيكون نتيجة الخوف من أماكن عامة، بتلاقي الأشخاص ما بيحسنوا يواجهوا أنه ينوجدوا بمكان عام، بتلاقي كتير بيقولك مثلا إذا في حفلة أنا بخاف روح، إذا في اجتماع بخاف أحضر الاجتماع، الله يجيرنا من النتائج، فهذا هو بيكون الخوف أو فينا نقول القلق، لأنه هو على فكرة كتير الناس بتدمج قريبين شوي بين بعض، هو الخوف من أشياء خارجية أما القلق بيكون من داخلك أنت، فهذا هو بيكون نتيجة الخوف من الأماكن العامة. عنا قلق تاني بيكون نتيجة أو القلق المرضي، هو نتيجة حالة مرضية، يعني بيكون الشخص لما انصاب بمرض معين
صار معه مشكلة، مثلا قد يكون مثلا صار أصيب بالسرطان بمرحلة من المراحل حياته وشفي وتعالج وصارت أموره طبيعية وما عاد عنده مشكلة أبدا، ولكن بيضل عنده قلق أنه ينصاب مرة تانية، فدائما فحوصاته متكررة، دائما بيتابع، دائما بيتجسس جسمه، فبتلاقي عنده صار هاي حركة دورية وحالة يعني من القلق. كمان في عنا شيء اسمه القلق المعمم، فهذا القلق المعمم كمان بيكون انه نتيجة انه قلق صار متواصل عنده، بينتشر عند كثير من العالم هذا القلق المعمم، بيكون نتيجة انه كمان في خوف من العلاقات الاجتماعية، خوف من التواصل الاجتماعي، ما بيحس انه يتواصلوا مع اشخاص معينين، يعني كمان هذا هو القلق بيكون عند ناس كثير موجود. كمان عندنا قلق يعني الناس في ممكن بنسميه نحن القلق الصامت، هو بيكون خلال مرحلة الطفولة، بتلاقي الطفل بالمدرسة مثلا ما عنده قدرة على الكلام أو التعبير أو ما عنده مهارات تواصل، يعني الطفل أو بجوز بالمدرسة ما انتبهوا له، يعني لأنه نحن مثل ما بنعرف أنه حالات فردية الأطفال بالمدارس، يعني بتفكيرهم بتصرفاتهم بأفعالهم بسلوكياتهم بردات فعلهم، فإن حالات فردية بجوز ما تنتبه المدرسة نتيجة كبر عدد أو شيء، بتلاقي الطفل بيكون منزوي، بيكون خجول، حابب يحكي بس ما بيحسن يحكي، فهذا الصمت الداخلي اللي عنده بصير بيعمل له قلق مع الزمان. فكتير مهم نحن ننتبه. في عنا أنواع من القلق بتكون مرتبطة بمراحل طفولية أو بمراحل المراهقة، كمان بيكون الطفل تعرض لموقف معين بحياته فكمان بصير عنده هالقلق بشكل دوري. فكمان في عنا القلق الامتحاني، دائما بيكون يعني تناقش بأكثر من مرة، يعني فبيكون القلق الامتحاني إنه الخوف من نتيجة الامتحان، وبيكون هو أحيانا دافع إيجابي وأحيانا بيكون دافع بيكون سلبي، نتيجة إنه ممكن يأثر على نتيجة الطالب. وإذا كان قليل من القلق بحياة الإنسان أو بحياة الطلاب هو طبعا شيء إيجابي وليس سلبي، ولكن نحن دائما بنحسن إنه نعمل شيء هيك وقائي من القلق، إنه نحن دائما نتوقع الشيء الجيد قبل ما يصير السيء. يعني دائما نحن ما تكون دائما الشيء اللي عندنا هو اختار بالسيء، اختار بالمستقبل نخاف منه، لا، يكون عندنا دائما دوافع ايجابيه انه نحن اللي رح يصير هو شيء جيد وايجابي بحياتنا. بس هيدا الشيء ممكن نقول بمراحل العمر بتكون اكبر، يعني لما الواحد ممكن يحفز نفسه لحتى ما يقلق ودائما يفكر بالشيء الايجابي. عم نحكي نحن يمكن بعمر الشباب وما فوق، بس ذكرتي في كمان مراحل هي من مرحله الطفوله والمراهقه، هون الموضوع بيختلف بالقلق، هون البيئة والمحيط كيف بيلعب دور. مثلا عندنا أطفال مثل ما قلتي القلق الصامت، مرحلة المراهقة نوعا ما بيمروا فيها، أحيانا البيئة بتلعب دور سلبي وأحيانا بتلعب دور إيجابي يعني بشكل عام. وبنفس الوقت لما نحكي عن قلق الامتحان هو مو فقط نتيجة، في ناس عندها قلق من تقديم الامتحان، يعني بتشوفي الطلاب عندهم هذا الخوف والقلق قبل الدخول لقاعة الامتحان. هون البيئة والمحيط كيف تلعب دور، يعني أنا كيف فيني أنصح المحيط العيلة ما يكونوا هنن لهم أثر سلبي، لأنه في كتير أحيان بيكون لهم أثر سلبي وهنن مش دريانين بهذا الموضوع، مفكرين أنه عم يقوموا بمساعدة أو يعملوا شيء بسيط ليساعدوا هذا الطفل. هلأ نحن أول شيء كنا يعني كمان لحتى نعرف القلق بشكل تمام وكيف البيئة إلى تأثيرها السلبي والإيجابي، يعني هيك ولا هيك على الطفل أو على الطالب أو على الشخص بشكل عام لقدام، بدنا نعرف إنه من أسباب القلق الكتير جوهرية ومهمة هي البيئة، الوسط المحيط. صحيح. لأنه أنت بتعززي القلق. صحيح. عند الطفل يلي موجود عندك، الأخ يلي موجود، لأنه دائما نحن ما بنوقفه عند حده لما بنحس إنه في قلق، أو ما بنبحث معه وبنقعد بنقول له أنت من إيش خايف، من شو قلقان، وين القلق عندك يعني، فنحن بنتجاهل هالموضوع فبصير عنده قلق معمم. كمان نحن عندنا قلق أنا ما ذكرته اللي هو قلق كبار السن، هو نتيجة العمر كمان بصير قلق، بصير خوف من الموت، قلق دائما بصير عنده هاجس هالموضوع. أما البيئة كمان بتتبع أنه أنت بدك تعرفي كيف تغرسي عند ابنك الدوافع الإيجابية، بدنا نعرف كيف نغرس عنده ثقته بنفسه، نقوي له شخصيته، نخلي قدراته، ذاكرته، إمكانياته، كثير في أمور مهارات معينة نشتغل عليها، نخلي دائما نحن نشتغل على الرياضة، كثير مهم الرياضة، كثير مهم نحن أنه البيئة دائما أو الأهل انه دائما ما يقعدوا لابنهم يعني على الفايته والطالعه مثل ما بيقولوا، يوقفوا لهم على الدقره على النكشه على اي شغله، اي تصرف ممكن يعملوه بيكون تصرف عادي، يعني نحن ما ننظر لابنائنا انه هن شباب وكبار وما بيغلطوا، لا طبيعي كلياتنا بنغلط، يعني طبيعي الانسان يغلط، ليش نحن دائما بنعتبر انه الشخص لما
بيغلط يا لطيف هي شغلة كتير كبيرة، لا يعني الإنسان هو عبارة عن كتلة مشاعر وأحاسيس، بيزعل وبيفرح وبيغضب وبيعصب وبيغلط وبيصحح غلطه. هذا كتير طبيعي، يعني الغلط نحن أنه دائما بدنا الإنسان 100% وما عنده أغلاط وكامل. طبعا نحن نسعى نحو الكمال ونتمنى أولادنا والناس أحبابنا يكون لهالشي، بس ما في شيء اسمه بالمطلق، ما في شر بالمطلق وما في خير بالمطلق. مشان هيك لحتى ما يصير القلق لازم نعرف نتعامل مع أبنائنا بطريقة كتير حضارية، لغة الحوار تكون هي السائدة. بدنا نحاول كمان أنه دائما ما نقول لهم إيه، ثقافة اللأ كتير مهمة، لازم نعلم طلباتهم أنه نحن ما نقبلها، شو ما بده إيه ننفذ له، لأ لازم نعلمه أنه لأ هذا الشيء ما بيصير، ونعرف المواقف المحددة. ولما بيكون في قلق مثل ما ذكرت أنا أنه نبحث بأسبابه، أنه ليش هذا القلق موجود عنده، قد يكون في سبب واضح وصريح ومن حقه أنه يقلق من هالشيء هذا. القلق كمان بالنسبة لأما موضوع الامتحان هو ممكن تناقش كتير، ما راح أحكي فيه، هذا بده بحث خاص فيه أو لقاء خاص، بس هو قلق الامتحان قد يكون نابع من الشخص نفسه وقد يكون نابع من الوسط المحيط، فهو أسبابه كتيرة كمان يعني ودوافعه كتيرة وحلوله. طبعا أهم حل بالنسبة له القلق الامتحاني أنه نحن نعطي الجو المريح للطفل للطالب أثناء الامتحان، وبنفس الوقت ما نحسسه نحن أنه الشهادة هي عبارة عن شيء كتير كبير، إذا أنت ما أخذت انتهت الحياة، لا نتعامل مع الدراسة بشكل طبيعي مثل أي شيء بحياتنا، ما تكون يعني شيء فاصل. نحن دائما منحسس طلابنا أنه البكالوريا هي حد فاصل بحياتك، يا أما بتنتهي يا أما بتتفوق، لا أما هي مو هيك، ودائما الشهادات والفروع اللي بده يدخلها الطالب هي ما ضروري تكون من اختيار الأهل أبدا، المفروض تكون من اختياره الشخصي لحتى يتم الإبداع يلي نحن بنبحث عنه. لما الشخص بده يبدع بده يحب الاختصاص اللي عم يدرسه، ما يحب الاختصاص اللي أنا بحبه أو المجتمع المحيط، فهون بيكون تأثير المجتمع على الإنسان بشكل كتير كبير وبسبب له قلق. أكيد. طيب أستاذ سلام، بختام حديثنا اليوم، كتير في أشخاص ممكن يتعرضوا لحالة من القلق السلبية الناتجة عن المحيط يعني بشكل عام، فبيصير ممكن هو بيخاف يقدم أو يجرب تجربة لأنه بس سمع أنه مثلا إنسان فشل فيها أو شخص فشل فيها، فبيصير عنده خوف أو هاجس من أنه أنا شو المستقبل ممكن يقدم لي. في كتير حالة سلبية في ظروف اقتصادية ممكن ما أنا جيدة، كيف ممكن نواجه هاي الحالة؟ أول شيء لازم يعرف الإنسان أو أي شخص مقدم على مشروع معين أنه حتى إذا فشل فيه فهو عادي وطبيعي جدا، ما نهاية الدنيا تماما، لأنه الفشل هو بداية النجاح، بالعكس لازم تكون خطوة إيجابية عنده لأنه عمل محاولة ورح يستفاد من أخطائه. أما إذا تعود دائما على النجاح عن النجاح فهذا بيسبب له حالة نفسية، ممكن مرة من المرات أنه ما يتفوق فيها أو ما ينجح بيدخل باكتئاب، بيدخل باضطرابات نفسية معينة هو بغنى عنها. لا طبيعي نحن مثل ما قلت أنه بننجح وبنغلط وبنصحح وقصص، فطبيعي أنه الإنسان يفشل ويتابع، حتى نحن ممكن نستفاد من تجارب الآخرين. لما الإنسان بده يقوم بمشروع كمان بده يضع خطط للمشروع اللي بده إياه، ودائما في أخطاط، في خطط قريبة وفي خطط بعيدة المدى، دائما يبلش شوي شوي ويحط هدف أنه قابل تحقيقه، ما يحط هدف كتير كبير ويعمل له صدمة بالنسبة له. يدرس إمكانياته الاقتصادية، يعني حتى هلأ لما نكون نحن أكيد كلياتنا بوضع اقتصادي معين بالظرف الحالي وبالأزمة الاقتصادية يلي على سوريا، بس لازم كلياتنا نتفائل أنه أكيد في شيء لقدام، أكيد نحن ما رح نستمر بهالقلق والتوتر يلي عايشينه. مشان هيك بلشت أنا أنه كلياتنا حاليا في قلق، ولكن هذا قلق مؤقت وليس قلق معمم، هو نتيجة ظرف، هذا هو. بس لما نحن بنتجاوز هذا الظرف فأكيد نحن رح نوصل لنتيجة إيجابية ونتغلب على القلق. أكيد أكيد. بالختام نتشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير إليك. شكرا لكم وشكرا للمشاهدين ويعطيكم العافية. شكرا لك أستاذة سلام القاسم، اختصاصية اجتماعية ونفسية، شكرا لوجودك معنا.